معرفش ازاي وافقت بس الموضوع جه بالتدريج لغايه لما لقيت نفسي بمثل في الفيلم. يوم جديد كله حياه. لما قعدنا مع بعض قرا السيناريو وقعدنا مع بعض كان شكله متحمس جدا بس كان طول الوقت بيقول انه خايف انه يمثل. ان هو يا نهار اسود هو هيمثل قدام الكاميرا. اكشلي احنا كنا بنعمل بروفات كويس قوي. يوم التصوير نفسه ما اتكلمش معايا ولا كلمه خلاص اللي هو كانه علمك العوم ورماك بقى في البحر يعني. مش ناقص غير القلب يدق. وانا كنت بحاول اعمل فيلم في اغاني. انك تعملي مشروع غنائي او راقص حاجه مش سهله. بالنسبه لي كانت اول تجربه برضو ان انا اعمل ساوند تراك بتاع فيلم فكانت حاجه مرعبه بس حلوه جدا ومشوقه جدا ان انا اعملها. في الفيلم ده كنت مركز جدا اكتر في ان اللي بيغني ده يبقى عنده مشاعر شويه. كايروكي تشبه الفيلم لدرجة انه فعلا لما المغني تحول لشخصية غنى اغنية من اغاني كايروكي مش اغنية اوريجينال معمولة للفيلم. عملوا توليفة مختلفة مش واخدين عليها في السينما مش بطل وبطلة وخلاص. والكاركتر بقى كلنا بقى مع استاذ تامر بقى على الفايب بتاعها الروح بتاعتها. هي بتشتغل شغلانة بت كول هيب محتاجة تبقى اكتف اكتر شخص يعني مش بيعبر عن مشاعره قوي ما انت مش فاهمه هو في ايه وبعدين فجاه يبان اوكي ده كان غضبان وايه ده هينفجر. دي تجربه اعتقد انه هتبين مدى اهتمام الجمهور بالفيلم الغنائي. هو شرف طبعا ان الفيلم يتعرض في مهرجان زي مهرجان الجونه اللي هو بقاله دلوقتي دي ثالث سنه وعامل صدى كبير جدا. اكيد فخورين مبسوطين جدا ان الفيلم بيتعرض في مهرجان الجونه. وحاجه حلوه ان المهرجان يبقى فيه فيلم مصري كويس يعني يعجب نتمنى يعجب الناس يروح معاه ويملى الحياه.